ايه ايه ايش فيه جني؟ السلام عليكم، اليوم جيتكم مقطع جديد. المقطع عبارة عن ماب البورتل، ماب بورتل ان فورتنايت. مثل ما تشوفون هذه البورتل الاولى الزرقاء وهذه الحمراء، يقول لك هنا كريتد باي بيمت، وهذا الكود حقه وهذا كود الماب. سنجل بلاير اولي، يعني ما يديك تلعب الا بشخص واحد، اثنين ممنوع. فعشان كذا جيتكم والعب بشخص واحد. اعذروني على الاغنيه الموسيقيه هذه اللي حاطينها ورا، لكن قصرت الصوت. مثل ما تشوف حطيت ثلاثه، لكن ما فايده. فعباره الماب عباره انك تدخل هنا، تدخل الازرق تطلع من الاحمر، وراح يكون فيه دثرن وباركور وشي زي كذا. فبسم الله خلونا نبدا. يقول انت ثرو بلو بورت اكزيت ثرو اورنج، يقول ادخل من البورت الزرقاء واطلع من الحمر، او يطلعك من البرتقاليه. اي كان ووك ثرو ذا سيم بورت انفينيتي تايم، يقول لك ادخل مع الزرقاء. اوكي بسم الله. ها وات انتر ذا بلو بورت اكزيت ثرو وات ايه ايه ايش فيه جني؟ اقسم بالله شلون يا عيال؟ شلون هموني جوجتينا انا؟ المكان مسدود من ورا، يا ساتر يا رب. اوكي راح نرقى هنا. اوه باركور، يا ساتر. اقسم بالله الماب فكرة رهيبة، يمين بالله فكرة رهيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. اوه هذا بلوك مخفي كذا، نط عليه يعني نعرف مكانه بس. اوكي هنا بسم الله. ها كأني طحت ورجعت، كأني ما ادري بس كأني. لحظة خلني اجرب الحين انط. اوه لازم يكون موجود هذا الشيء. اوكي 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 يا اخي شلون يسوون كذا يا اخي؟ اقسم بالله مجنون. لازم اول ما يروح انط. الحمد لله دخلت من الزرقاء. شلون مت؟ اوكي انا ما ادري شلون مت قبل شوي بس اوكي. والله اني بغيت ارجع هناك. وش كيف؟ ها وش الماب؟ والله يا اخي افكار رهيبه قسم بالله. طيب وين البورتال الزرقاء وذي الاشياء؟ بس كذا يا رب انه صح. اوه ادخل من هنا، حلو. اتوقع اني قبل شوي ستيج، اتوقع تدخل من هنا تطلع من هنا تكمل الباركور. حلو والله الماب فكرته رهيبة اقسم بالله رهيبة يا عيال بشكل. اوكي الحين يفتح ستيج صح؟ يب اربعة. اوكي الماب كأنه بسيط، كأنه بسيط بس اقسم بالله العظيم فكرة رهيبة. يكفي ما عرفت اتكلم، يكفي اللي في البدايه. وات اكمل باركور يعني؟ اها فهمت فهمت، لازم تضغط على هذه. بس كيف ترقى الحين؟ لا انا اقول ماب سهل، والله الحين في صعوبه يعني. اوكي صح علي، حلو. اطلع من هنا وتاخذ هذه. وات؟ اها هذه نحطها فوق شو اسمه اللي كان يذبحنا قبل شوي. من هنا انفك. اوكي اوكي انفك انفك انفك. الحين حرك حرك يا ولد حرك. بورتل هذه الحاله اقسم بالله العظيم تخليك تفكر مليون مره، كيف سواها؟ كيف؟ اوكي ضبطناها. السجل الخامس. اوكي هو دايم يقول ادخل من الزرقاء واطلع من الحمراء، لكن هذه ما يمدينا انط عليها على طول. ف اوكي لازم اروح من البرتقاليه. ساتر والله هواية وش ذي؟ يوه لا لا تقول. ها وش هجول يعني؟ اتوقع اوكي انه يمديني ارقى بالازرق هذا.
الله قاعد تهجول بدون اي تفكير. اقسم بالله اني يا اخي خطير، فكره ما تطلع على بالك، ما ادري شلون فكرت فيها. يا ساتر. جمب ات ذا اند فورزر. اوكي اخيرا اخيرا. بعدين نروح بالبونصر هنا، حلو. بعدين باركور، بعدين نرجع بالازرق، بعدين برتقالي، بعدين يا ساتر نط من هناك. يا ساتر، حلو حلو. بسم الله، حلو. لا نطيح بس عشان ما نجيب اليد. بسم الله بسم الله. اوكي طلعنا من البرتقالي. ساتر لا، ما شفتها. يقلع من الغباء، يقلع من الغباء. شايفها من قبل بس ما توقعت انها هنا. حلو يلا، عاد لو نغلط في الباركور هنا اذبح نفسي. فك خيرا لبس ستة. يا ساتر يا رب. وات اصبر. وات ايش كل هذا يا ابوي؟ اها نط عليها، حلو جبناها. لا تقول لي راح راح سبيد صح؟ اوه حلو، احس اني جبت العيد ضغطت كثير احس. لا والله ما جبت العيد، صح اني جبت العيد بس يمكن مشوها لي. يا ربي يا حبيبي، هلا بالمنصرات وضيخة الراس. أوه. ها؟ بدي نمشي هنا؟ اوكي. بسم الله بسم الله. الله الله الله. الحين وين؟ اوه مو فوق. حلو حلو. يلا هانت هانت الفلسيتة. بسم الله الله. يا سلام، الحين هذه زي البداية. شفتوا كيف؟ توني داخل من هنا، الحين ارجع من هنا يكون ليفل. يقرا ام لحسة المخ يا عيال، يقرا ام لحسة المخ. اقسم بالله يلحس المخ. الماب حق تفكير، اقسم بالله حق تفكير. اوكي من الباركور. اها كذا كويسين. لا ريوس الحين ارجع. ها ما يمديني ادخل؟ لا والله يمديني. حلو اعطيني ذا عشان فوق. حلو حلو وصلت. حلو اوه هذا لازم كذا. ساتر خذيناها خذيناها. هذه نطيحها في الحفرة تحت صح؟ لا اهم شيء مضغوط عليها. خلاص الحمد لله، اتوقع اننا خلصنا المهمة كذا اتوقع. لا والله اصبر، باقي هنا الجهة الثانية. هذه كنا مرتفعة. لا والله ووو اوه ديم الحركة والله رهيبة ترى. حلو ايش باقي الحين؟ اتوقع ما بقي شيء اتوقع. باقي انط هناك. حلو اها اهم شيء في ستيج. يا رب انه في ستيج.
حلو في ستيج. خليها اول ما تختفي نط. قهر. بس لازم تنط قبل ما تطلع هي. يعني كذا واحد اثنين ثلاثة. شفت كيف؟ لازم تسوي كذا. بعدين كذا. بعدين كذا. بعدين كذا. بعدين كذا. الله. الله. جبناها اقسم بالله حركة رهيبة يا اخي. من اليوم انا مدح في ذا الماب بس والله رهيب. والله عجبني مرة بعد. اعجبكم المقطع لا تنسون زر اللايك. يعني. ساتر مدفع. اوه شوفوا كيف نقنص هنا يا ساتر يا ساتر. 2000 years later. طولنا فيها ذي اقسم بالله طولنا يعني مع انها بس مدفع لكن كل شوي تسقف جدار. حلو. لا يا ليل ما ابغاه كذا يا اخي. اتوقع كذا مناسب. اخيرا يا ساتر والله اخيرا ضبطناها كذا ننزل على طول اكيد. اها ركبنا خلاص. لا حلو اني حاط باك اب لو جبت العيد زيي. يا ساتر هذه نطه ما ادري شلون. ياخذ الماب اقسم بالله. يا الله شلون يفكر ذا. شوفوا كيف توني واصل هنا. شوف ها الحين جدار ما في شيء. شفتوا كيف؟ توكم شايفين معي كل شيء يعني. خلصنا الماب اخيرا اقسم بالله الماب ممتع. جربوه صدقوني تدعوا لي. فبس هاي كان مقطع اليوم. ان شاء الله مقطع يعجبكم. لا تنسوا زر اللايك. الماب رهيب 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 يعني مو بتفكير مره بس يبغى تفكير شوي. كريتد باي بيمت وهذا قناته وهذا كود وهذا كل شيء مو بعربي عشان ما تقولون اوه ليش ما تدعم الاجانب مدري ايش. بعض الايام استهبل اقول حط كود الشوب حقي في اس ال يجون الناس يقولون الحين تعبان على الماب تقول حط كودي. الواحد اللي يشوف مخير هنا مكتوب كود بمت انا حاط تحت اليسار كود في اس ال. فانت اللي تختار تبغى تدعم رايب ناب تبغى تدعم صاحب المقطع. فلا حد يعصب من ذي الاشياء لان اشياء يعني مجرد طقط فهمتوا. فبس هذا كان مقطع اليوم. ان شاء الله المقطع عجبكم لا تنسون زر اللايك. عجبكم المقطع اشتركوا في القناه كنتم مشتركين اغلبكم ما اشترك فاشتركوا. يعطيكم العافيه على كل شيء. نشوفكم على خير. سلام.